أنت عشت في السعودية خلال السبعينيات، وكانت هناك محاولات إصلاح آنذاك. فأعطنا وجهة نظرك حول قدرة ولي العهد على تحقيق وعوده. أظن أن لديه فرصة جيدة لتحقيق هذه الأمور، وهو يتمتع بهذه القدرات في جيناته. لنتذكر أن جده الملك عبد العزيز كان مؤسس المملكة وأحد أبرز المحاربين في التاريخ، وقد اكتشف النفط خلال فترة حكمه، كما أن حفيده اليوم جلب أكثر من 2000 مدير تنفيذي وإداري وإعلامي إلى المنطقة لبناء هذه الشراكة العالمية. قام جده بالأمر نفسه في ذلك الوقت لأنه لم يكن لديه آنذاك القدرة على استغلال الثروة النفطية دون مساعدة الغرب، وهكذا بدأت قصة النفط في المملكة مع دخول شركات النفط الغربية التي كانت تعرف بالشقيقات السبع، وأسست شركة أرامكو التي تعتبر الموازية الحقيقي لما نراه اليوم في عالم التكنولوجيا. ما الذي يدفعك للظن أنه يقوم بمقاربة اقتصادية صحيحة؟ مقاربته صحيحة تماما. نحن لدينا اقتصاد يعتمد على النفط في بلد يضم 30 مليون شخص، نصفهم دون سن 16. عائدات النفط تتراجع ومتطلبات السكان وعددهم في تزايد، وكذلك الحاجة إلى الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، وبالتالي ليس هناك سوى خيار واحد، وهو التحول نحو نموذج اقتصادي متنوع وعالمي. الوقت الراهن هو الوقت المناسب نظرا لوجود السيولة التي تسمح بالتحرك، وهذا القرار يتطلب جرأة، وتنفيذه في بيئة إسلامية محافظة يتطلب جرأة أكبر. ما رأيناه هنا خلال الفترة الماضية يظهر التزاما حقيقيا، ويظهر إسلاما متسامحا وجميلا، ويؤكد مقولة الوسطية والتوجه الفعلي لبناء بيئة شفافة وآمنة ومستقرة يمكن للغرب فهمها، وهذه البيئة ستبنى خلال العقود الثلاثة المقبلة بالاعتماد أساسا على التكنولوجيا. هل حديثه عن ضرب التطرف وتدميره يعطيك طمأنينة كرجل أعمال باعتبار أنه سيعالج هذا الجانب بالترافق مع الانفتاح الاقتصادي؟ أجل، فهذا أمر أساسي، لأنه في عملية تقييم المخاطر ننتبه إلى الأخطار الجيوسياسية والاضطرابات الداخلية، هي أمر منفر لأي مستثمر. لنتذكر كيف كانت الأمور قبل 9 أشهر، كنا نتحدث عن حظر سفر على المسلمين، بينما نجلس اليوم مع 3000 مدير من حول العالم في مؤتمر تستضيفه الرياض في بيئة مسلمة يجد الجميع فيها السلام وتقبل الآخر، وهذا يظهر مدى الجرأة التي أظهرها ولي العهد السعودي.